ما حكم لبس الملابس الضيقة عند النساء مع أني لا أخرج بها إلا مع أني لا أخرج بها إلى غير المحارم، وكذلك لبس الملابس التي بها فتحات على الصدر أو من الخلف وبها سحاب؟ لبس الملابس الضيقة، والمراد لبس المرأة للملابس الضيقة. نعم. إذا كان الضيق شديدا بحيث يخص مقاطع الجسم فهو حرام، داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مكان كذا وكذا. أما إذا كان الضيق لا يصف من حجمه البدن أي حجم البدن فإنه لا بأس به، وعلى هذا فالضيق على الوصف الأول محرم سواء كان بين النساء أو بين المحارم أو بين الأجانب. وأما الضيق اليسير الذي لا يصف حجم البدن أي حجم البدن فإنه لا بأس به. أما الفتحات التي تكون على الصدر فإنه إذا كان بين النساء فلا بأس، لأن الجيب أحيانا يكون واسعا يبدو منه النحر، وأما إذا كان مع الرجال أو غير الزوج فلا ينبغي أن تفعله المرأة، وهذا إذا كان من الرجال من المحارم. أما الأجانب فيجب على المرأة أن تستر جميع بدنها عنهم.